متى تطلب المساعدة؟ وسيلوي يذكرها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع قمر طائي التي أعلنت من خلال صفحة قطتها زوزي أنه غدا لديها تحدي رسمي على منصة التيك توك مع ضحى، وطلبت من جميع متابعيها أن يكونوا موجودين في اللايف مشان يساعدوها، والجولة راح تبلش الساعة 1 بالليل. من جهة أخرى ظهر الفنان سيلوي اليوم وهو يجاكر الموديل يانا، فبعد أن خرجت الموديل بستوري صرحت من خلاله أنها تكره فصل الشتاء، خرج هو بعدها مباشرة يحكي أنه يحب فصل الشتاء. أترككم على ستوريات ورأيكم بخصوص هذا الخبر. الله يسعد صباحكم. إخوان جو أجواء في لبنان قاعد بتمطر، بس شوف ليش ما بتحبه؟ أنا مستمتع بصراحة، مستمتعين، الله يعطيكم العافية طقس العرب.